قربنا في اكثر من اي وقت ما ضمن اللقب، ولكن حتى حاجه ما تحسمت، فباقي 12 نقطه ملعوبه على الميدان، فما كتعرفش المباراه، فالكره ما عندهاش منطق، فلازم اننا مازال نخليو رجلينا في الارض ومازال نركزوا ان شاء الله. فالحمد لله مباراه حسنيه اكادير، فاستطعنا حقه فيها الاهم، هو 3 نقاط كباقي المباريات. كانت مباراه قويه، وفريق حسنيه اكادير تلعب كره جميله، نظرا لانه ما معني لا بالسقوط لا باللقب، فهو كيلعب بدون ضغط غير فريق الوداد اللي علينا ضغط كبير، ضغط اللقب. فالحمد لله تأتنا الفوز في هذه المباراه، وبسمنا على مباراه جميله، فنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نحقوا طامعين اننا نحقوا اللقب اللي ضاع منا السنه الماضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونساعدوا ونخدموا هذه الانصار ديالنا، ونساعدوا الانصار ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.